طابت أوقاتكم ببركة الشهر الكريم. أتمنى لكم رمضان مبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. إلى كل قلب ينبض بالإيمان والتسامح، إلى كل روح تتوق لنور الصوم وجوف الليالي الرمضانية، أهدي هذه القصة المليئة بالعبر والمواعظ بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. فلنلتقي في صفحاتها لنستمتع معا بجمال هذا الشهر الفضيل، ونرتقي بأنفسنا نحو الخير والبركة. أريد أيضا شكركم على دعمكم المتواصل لقناتنا، بفضلكم نستمر في تقديم المحتوى المميز والمفيد. تقديرنا الكبير لجهودكم المبذولة في دعمنا ومشاركتنا الرحلة. في يوم من الأيام استدعى الملك وزراءه الثلاثة وطلب من كل وزير أن يأخذ كيسا ويذهب إلى بستان القصر ويملأ هذا الكيس له من مختلف طيبات الثمار والزروع، وطلب منهم ألا يستعينوا بأحد في هذه المهمة وألا يسندوها إلى أحد آخر. فاستغرب الوزراء من طلب الملك وأخذ كل واحد منهم كيسه وانطلق إلى البستان. فالوزير الأول حرص على أن يرضي الملك، فجمع من كل الثمرات من أفضل وأجود المحصول، وكان يتخير الطيب والجيد من الثمار حتى ملأ الكيس. أما الوزير الثاني فقد كان مقتنعاً بأن الملك لا يريد الثمار ولا يحتاجها لنفسه، وأنه لن يتفحص الثمار، فقام بجمع الثمار بكسل وإهمال، فلم يتحرى الطيب من الفاسد حتى ملأ الكيس بالثمار كيفما اتفق. أما الوزير الثالث فلم يعتقد أن الملك سوف يهتم بمحتوى الكيس أصلاً، فملأ الكيس بالحشائش والأعشاب وأوراق الأشجار. وفي اليوم التالي أمر الملك أن يؤتى بالوزراء الثلاثة مع الأكياس التي جمعوها، فلما اجتمع الوزراء بالملك أمر الملك الجنود بأن يأخذوا الوزراء الثلاثة ويسجنوهم كل واحد منهم على حده مع الكيس الذي معه لمدة 3 أشهر في سجن بعيد لا يصل إليهم فيه أحد كان، وأن يمنع عنهم الأكل والشراب. فالوزير الأول بقي يأكل من طيبات الثمار التي جمعها حتى انقضت الأشهر الثلاثة، والوزير الثاني عاش الشهور الثلاثة في ضيق وقلة حيلة معتمداً على ما صلح فقط من الثمار التي جمعها. أما الوزير الثالث فمات جوعاً قبل أن ينقضي الشهر الأول. والحكمة هي أن نسأل أنفسنا أي نوع نحن، فنحن الآن في بستان الدنيا نغش ونتكاسل ونتهرب من أعمالنا، نداهن ونرتشي على حساب مجتمعنا، نجمع من الأعمال الطيبة أو الأعمال الخبيثة. ولكن غدا عندما يأمر ملك الملوك أن تسجن في قبرك في ذلك السجن الضيق المظلم وحدك، فماذا تعتقد أنه سوف ينفعك غير طيبات الأعمال التي جمعتها في حياتك الدنيا؟ ونقف الآن مع أنفسنا ونقرر ماذا سنفعل غدا في سجننا، ولنتذكر دائما أن إتقان العمل يتبعه نتائج رائعة، لذا علينا إتقان العمل مهما كانت دواعيه وأسبابه. عباد الله، راقبوا ربكم في أعمالكم، راقبوا الله في وظائفكم، راقبوا الله في تجارتكم وزراعتكم، إنكم إن فعلتم ذلك عاش الجميع في سعادة ورخاء، وإلا عم القحط والجدب والفقر البلاد والعباد.